للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاق التاسع الأشواط الخاصة بفئة الحول المحليات الأصائل، مسافة 8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وفي ختامي الوثبة 2022. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، وهنالك شذا للسيد جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي من يقدم لنا شذا على المركز الأول. أبناء سلطنة عمان يتواجدون في قمة التحديات وقمة الانطلاقات الأولى. المركز الثاني نتابع القدوم مع الزعار للسيد عنان بن علي بن محمد النعيمي من يتقدم على مستوى المركز الثاني والثالث. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول هنالك والاندفاع مع مسيرة مكتوم بن سعيد بن منانة من يتقدم الآن، وهنالك أيضا سمحة المتسللة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري يصل ويتقدم الآن على المركز الثالث. المركز الرابع التواجد والانطلاق مع الشاهنية سعيد بن مطوع بن ضحي الاكتبي من يقدم لنا الشاهنية القادمة على مستوى المركز. بارك يا بن مشيط محمد بن ناصر بن مشيط المري من يقدم لنا الشاهنية الحاضرة على المركز الخامس. المركز السادس الوثبة سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يتقدم مالك الوثبة على أرضية ميدان الوثبة بهذا الأداء المميز. ومن الجانب الأيمن مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول مع شعار بن مرخان من يقدم لنا هملولة. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا هملولة الحاضرة على المركز السابع. ثامن التحديات هنالك الوصول مع شعار سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي من يقدم لنا معياه مع هذا الانطلاق. معياه هنالك بهذا الأداء المميز، وأيضا الوصول هنالك مع شعار نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي من يتقدم الآن مع هذا الوصول المميز مع مويه القادمة. وهنالك من الجانب الأيمن على مستوى المركز التاسع الشامخة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، والمركز العاشر اختم به النداء هنالك الوصول والانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع حظ سالم بن سهيل بن خيرات العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذا الشوط، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الانطلاق الأول مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات المميزة وشوط خاص بالحول المحليات الأصايل. صدارة الشوط والمقدمة والانطلاق الأول هنالك المتواجدة مشاهدينا متابعينا الكرام سمحة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، ولكن بن مرخان وصل الصعب، بدأ يتقدم الآن، بدأ ينطلق بهذا الأداء المميز هنالك مع تواجد هذا الاسم المميز هملولة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا هملولة. ولكن شذا جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي من يقدم لنا شذا في هذه اللحظات. من الجانب الأيمن نتابع انطلاقة الشاهنية للسيد سعيد بن مطوع بن ضحي الاكتبي من يقدم لنا الشاهنية المتواجدة على مستوى المركز الثاني، بينما ثالث التحديات الوصول والانطلاق مع هملولة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي قادما على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع الزعار للسيد عنان بن علي بن محمد النعيمي من يتقدم الآن
على المركز الرابع، خامس التحديات والانطلاقات مويه القادمة، نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي من يصل على المركز الخامس، سادس التحديات القدوم أشعار بن عميرة من بدأ يتقدم الآن ويعلن عن تواجده لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي من يصل في هذه اللحظات مع معياه القادمة بكل قوة وبكل جدارة، أيضا شعار بن رشيد مع الشامخة للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي من يتقدم الآن من يتسلل، ولكن الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام والتقدم مع بيه لسعادة حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا بيه في هذه اللحظات، ايضا هنالك الوصول من الجانب الايمن مع ضبا خميس بن عبد الله بن خميس المرر هو القادم في هذه اللحظات، وهنالك شعار بن منانه من يقدم لنا مسيره، مكتوم بن سعيد بن منانه بن غدير الكتبي القادم هنالك من الجانب الايمن، واختم هذا النداء مشاهدينا متابعينا الكرام مع الشاهنيه محمد بن ناصر بن مشيط المري من يقدم لنا الشاهنية. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الثاني، نعود بحضراتكم إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى، وصلنا هنا إلى جسر العبور، جسر التحديات بوابة الثلاثة كيلومترات، ترحب بالحول المحليات الأصائل، ترحب بهذه الشعارات الكبيرة والأسماء المميزة، لنتابع هنا شذا وانطلاقتها على المركز الأول، سيد جاسم بن عامر بن سعيد المشايخي من يقدم لنا شذا على المركز الأول، شذا على صدارة هذا الشوط، المركز الثاني هملونا لسيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة هملولة الحاضرة على مستوى المركز الثاني، وثالث التحديات القدوم مع مويه لسيد نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، ومن الجانب الأيمن التقدم مع الشاهنية سعيد مطوع بن ضحي الاكتبي حاضرا على المركز الرابع، المركز الخامس هذا شعار بن منانة مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي من يقدم لنا مسيره الحاضره على المركز الخامس، المركز السادس الشامخة محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي من يتقدم الآن مع انطلاقة الشامخة بهذا الأداء الكبير والمميز، ضبا القادمة خميس بن عبد الله بن خميس المرر من يقدم لنا ضبا، ولكن الوصول والانطلاق وأول نداء هنالك بشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري من يقدم لنا هنالك هذه الانطلاقة المميزة، ايضا نتابع القدوم مع مشهور محمد بن مسلى بن حمرور العامري من يقدم لنا انطلاقه مشهوره في هذه اللحظات الحاضره بهذا الاداء المميز. هكذا مشاهدينا ومتابعي الكرام هي الاسماء هي التحديات، وهنالك غنايم احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي من يقدم لنا غنايم القادمه، والاثنين كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهايه عن الناموس وعن الفوز وعن الانتصار، العوده الى المقدمة العودة إلى شذا وأبناء السلطنة يسيطرون على المقدمة وعلى الصدارة وعلى الانطلاق الأول، ولكن حذاري هنالك الأسماء قادمة، هنالك موية نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا موية وشذا، شذا وموية على المقدمة، ولكن غير الشامسي انطلق بن مفتاح ليستلم هنالك مفتاح الصدارة والمقدمة والانطلاق الأول، المنعطف الأخير يا بن مفتاح لينطلق بهذا الأداء الكبير، بسم الله ما شاء الله بدأت التحركات مشاهدينا متابعينا الكرام، وهنالك بن مرخان متواجد بن مرخان على المركز الثاني مع هذا الانطلاق الكبير مع هملولة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وأيضا التقدم مع غنايم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، وصل هنالك مالك غنايم يتقدم الآن يتسلل على المركز الثاني، المركز الرابع الوصول
الوصول مع الشاهنية. سعيد بن مطوع بن ضحي الاكتمي، وهنالك أيضا شعار بن رشيد وبن عويضان، ولكن العودة إلى المركز الأول. إلى التحديات الأولى مع مويا على الصدارة، نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي هو الأقرب إلى الناموس وإلى الفوز والانتصار إن واصل على هذا المنوال. الكيلو متر الأخير يا بن مفتاح، وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، هنالك مالكي غنايم وأيضا مالكي هملولة. يا سلام على هذه التحديات، بدأت هنا التحديات الأخيرة. يا سلام، المقدمة مع مويا، نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، وايضا القادمه والمنطلقه غنايم، احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. من يقدم لنا غنايم على المركز الثاني، بن رشيد قادم على المركز الثالث، وايضا هنالك هملوله خليفه بن محمد بن شاهين. المرر بالصلف هو القادم، ولكن الصداره المقدم والتحديات الاولى. مويه لا زالت هي المسيطره. جوله التحديات، جوله الاوامر بن مفتاح، من يقدم من هذه الانطلاقة الكبيرة؟ نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، بن رشيد قادم على المركز الثاني، وبالصلف أيضا حاضر. يا سلام على هذا الأداء الكبير، ولكن بن مفتاح والأمتار الأخيرة، بن رشيد الشامخة بشموخ هذا الشعار، محمد بن علي بن سلطان، بن رشيد الاكتبي أبناء العوير. سلامي للعوير، سلام عليك يا بن رشيد. يحضر في الأمتار الأخيرة بخبرة السنوات العريقة، تهانينا والناموس لك يا محمد يا بن علي يا بن سلطان يا بن رشيد الكتب على فوز الشامخة. ثانيا مويا نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، وثالثا وصلت همدولة خليفة بن محمد بن شيب الصرف المرر. والمركز الرابع كان الوصول مع حظ سالم بن سيب بن خيرات العامري، وخامسا المركز الخامس مزون محمد بن سيف بن فاضل المزروعي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لك يا بن رشيد على فوز الشامخة بالمركز الأول، محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. والتوقيت الزمني من مسافة 8 كيلو مترات، هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني من مسافة 8 كيلو مترات. التوقيت الزمني 12 دقيقة مشاهدينا متابعينا الكرام، و42 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهاني والناموس بين المركز الثاني مويا نايل بن فهيد مفتاح الشامسي بالتوقيت الزمني مع المركز الثاني 12 دقيقة مشاهدينا متابعينا الكرام. الوثبه الناموس الغير بدات ناموس العصير لصارق اليوم 42 ثانيه واربعة اجزاء من الثاني. تهاني والناموس بينما المركز الثالث وصلت حمدوله خليفه بن محمد بن شاهين المرر. والتوقيت الزمني لحظه الوصول 12 دقيقه 46 ثانيه سبعة اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام.